بعد المسيح على برنامج. أبي صح عليكم من الكل. صح عليك. أبي نزلنا بس جرناش. إتكش وين؟ بي. بي. شكيو حاجة تحبون على. طب إيش لك تسمعش موسيقى؟ تسمع هاوس، تسمع ريجيل، تسمع راب، تسمع أسود. تسمع كبالي. المهم اللي قاعد تسمع أمواع. طب غيرك ما يسمعش. خاطر السمعان تسمع مخك مش بنيك برد. ثم فرق بين عابل بيسمع بودنية ومخه وثم اللي بيسمع بودنية كهو نسمع بودنية كهو مش يسمع أي حاجة صح؟ أما مش تسمع مخ بودنية كل نسمع حاجة اللي تحب تسمع حكتي بدأ طم ثم حاشين في الموسيقى لو ثم عملت قاعدة تغني وثم عملت قاعدة تذكر مش قاعدة تسمع فيه مش مشكلة حاجتي بلي يسمعني يعني اللي شاب ايه اسمعنيش خليص جايز كنت ديجا بون بغير اسلم بابو ديجا كل الناس كل خاطر راديو تتفكس على قناة الخاش ديجا شكرا لك سافر اخيك مزيكة ما نسمع الحاج بالبيت ما عليك بيه تم فرق بين عبد تحب يسمع اي حاجة بين عبد تحب يسمع حاجة اللي حب يسمع بيه مش هكيو انا كنت ديرا راب يا عم بس بيتون اللي هو راب معناه ريفولوشن امريكان بيوبل واللي هو الامريكي بيوبل اللي اصله افريكان بيوبل تم فرق ديجا ما علينا من التدريس اللي تعلمنا منه من الوزيك اللي قاعدين نسمعوا منه نحن اي واحد اسمه محمد شعبيه ديجا مش فهمني على وش اسمه محمد شعبيه مش يحاول يفهمني امور ما علينا هيب اند هاب از ذا مور ذان ميوزك هيب از ذا نولج هاب از ذا موفمنت تم فرق بين واحد يقول لك مازاتيل ربي يعينه وبين عبد يقول لك ثم عبيد قد موت بالشر راهو الرب تخلق مش عبيد تتكلم في بلاصة عبيد ما عنديش بس تتكلم اما راهو تغني غني ربي يعينك امش قول كلمة راب راهو كلمة راب راهو حاجة مفقودة توباك شاكور بيك سمول وتان كلان ايام ونحن ماشيين عبيد حكيت على الشارع مش معناه الشارع معناه بورديل ولا بورديلي نو بدي تو بالعكس معناها لو ثم عبيد ما تجيبش تعبر انت في روضه مش تحكي الحكايه هذيك عبيد خلقت باش كانت ريزيستيم غالي كيما في مالكي كيما في تونس كيما في الصومال كيما في السودان كيما في زحل كان في عبيد وثلاثه عينين ما عليك نرجعوا لستين دونك جوست تحب نوصل معلومه صغيره لو ثم حاجه اسمها غناء وحاجه اسمها راب لو راب مش غناء راب معناها انت ما تنجمش تقول حاجه مخلوق فيها جي انا نجمت نقولها كما انا نجمت نقف توا قدام الناس هذوما الكل وفاهم اللي يسمع واش يسمع فيا وفاهم اللي يسمع فيا ويحترم في كلامي ثم فرق لما مشوز بين الغناء والراب انا مش قاعد يحترم في قلبي انا راهو يسمع غناء واللي قاعد يحترم في قلبي انا راهو يسمع راب كم شيء لكم ها دونك راب معناها تحترم غيرك كي تسمعه راهو قاعد يحكي في عودك معناها جيت عملت عرك على اكس واكس خلاني وهرب تخيل انت تعمل عرك على واحد واحد يخليك ويمشي لما مشوز فرا عبدي عارك عليك وانت مشيت وخليته هاوش معناها راب راو راب سير تو في راو راب معناها بوان على ديني باش نحكيو على المشكل اللي بعد اما البوان هذيك راو قبلها 360 ستار المينيموم باش نحكيو على مشكلتك انت كيفاش انا عارف على مشكلتك انت وانت بيدك ما يهمكش المشكل نتاعك دونك نمشيو للناس اللي يهم المشكل نتاعها باش نعرك عليه دونك راهو حاجه اسمها فشل مش موجوده راهو كلمه مش موجوده بحد ذاتها جست انسان قله موتيفاسيون جيب سوء الفعايل هذا واحد من الامسيس اللي نعرفهم نعطيه الشارات على راهو ما ثماش فشل ثم قله موتيفاسيون فشل سيتي ايتاب يعني ماهيش ايتاب ماهيش درجه ما تحسبهاش باش هي ما تحسبكش دونك اوتوماتيكمون غلط نورمال في صغرك انت ديجا تضربك ثم واحد فينا ما عمل عركه وربح ديما ربح ديما بانتي يدي جيت نهار وتكتلوا عليك وضربوه دونك ثم حد ما ربح حتى في المشاكل حتى في اي حاجه تعملها في حياتك انت رجومي ها دونك راهو ثمش مثلا ثم خطوه اللي حضرت فيها معناها انك انت المره الجايه باش تعدي في نفس الخطوه راك باش تبقى حاجه ديريكت خاطر ديجا قلت عليها ثم شي حاجه ما تلعبش جو انت كي تلعب جو مثلا اي نوع تاع جو تلعب فيه باش تلقى روحك اوتوماتيكمون تخسر مره اثنين ثلاثه ومن بعد باش تعدي ستاج ديريكت وتحكي عليه لصحابك اه وهيك في ستاج هذاك انت بكيت راه تعمل لك وكا وكا اما مشكلتنا في تونس
اللي يعرف الحل ما يبارطاجيش للي بعده. صح. دونك تعلموا حاجه بركة، الفشل اللي باش تحكي عليه انت مش مشكل بالمشال، مشكل انت الفشل باش تعملوا يا عباد. لو هذا بير راك تطيح فيه يا كائن بدو صحيح مش انسان ولا عباد، يا كائن قدامك تتنفس انت لو هذاك بير يا انت بير يا انت بير فهمت كيفاه علي. دونك حاجه مشكله وحيده في التوانسه ما تمشي في الدول الاخرى خاطر ما عجبهمش برشا، اكثر عباد عجبهم وكل توانسه. دونك هذه غلطه ايش احكي عليها الغلطه هذيك مش غيرك مانيش نفس البيج او مينيموم. مش انت تغلط وبعد 10 سنين تقول رسمع 10 سنين انت يا سي الراجل عمل 14 مليون يصرف فيهم وجاوا بيه. دونك عنده مشكله هذا 100 بيتفي يحكي عليها ويقول الناس راهو انا تحت البيج هذاك تو غيرو ما يديش في البيج هذاك. انا جود انا جود فرونشمون انا جود انا عبيد ما تبارتاجيش لا بوزيتيف لا نيجاتيف عبد روحه ما يقولش لغيرو لا هذيك خايبه ما يقولوش توضح من البيش هذاك خليها بصدر خليها بصدر انا صدره بتاعك يا ولدي اللي صدره خلصت قلب بدي تقول لي صدره طرت البيش هذاك قول اخي علي الخير مش غيرك ما يدعش فيه ربح فيه ثواب هما الدنيا فيها موت كما قال لحير فين هو؟ صحيح اه بابا اي احكي لي مش مشكلة ترى في عندي مشاكل انت ما عندك مشاكل انت ما عندك مشاكل عادي 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 قال لي العباد عندها لون واحد فرقة تحكي بيه مثلا في القهوة شو يقول لصاحبه راهو باش الموضوع هذاك فشل يقول له اسمعني مو بروجي ما نجحش معلم الو نجي بلا سكر بلا سكر طبعا لا شوف قول لك خاطي بقومكم بما يفهمون راه ماهيش غلطة حكاية شفت انسان يقول هنا بال ستيل تاع حديد اطلع له غادي يحكي معاه لقيته لهنا قال له واه ومين قلت له ليا على خير يفهم من كلمه بركه انا الدنيا موكلي مفتاح ما تجيش تقول واحد عايش 25 مليار سنه في حومه شعبيه بيزكى مشكلته اللي هو يتعدى ما غادي يلحق شيخه ما عنده صباع يتعدى يروح على اخوه يتعدى شو يقول له مو خوجي ما نجحش خليك بين هذا اللي معاك اللي مشكلتك عطي الورقه وتحكي لي انت قول اسمعني حب حلم مشروع حماس ولا كيوسك صغير وما جا طيب فما كنت طيب موتي فيك وش قلت انت العبد مش قادر تموتي فيه فيا وانت مش قادر تفسر له تما فرق تما هذا الشيء انا سبني من انت وشدك حكيت معاك بالهندي وقلت لك مشروع تاعي ما نجحش تستنانا وتجي كامل مش تمشي دونك خاطي بقامكم بما يفهمون تعلموا بين تبعتكم احكيوا بلغتكم هذيك اهم شيء مش تحكي معاه راهو انت دابا ديفلوبر اكزامبل جيني انا مهمش في دافون وين تقول لي والله يا باسكال وما عرفتش شكون باسكال شكون باسكال عنده بير ديما كيفاش يعرف لسه ذا مانيش باش نفهم لكن قول لي اسمعني عندي سيد انترنت ما نجحش قول لي صاحبي انا راه سيدي اللي بعده باش ينجح هذيك اللي ناقصتنا ما عندناش انرجي بوزيتيف بوزيتيف فايبس ما تشجعوش شيء تشجعوا كيف الكورة نحن ايه قاعد تاخذ الملايين وانت قاعد تصفق ومن بعد تتعدى الفنية كزيان زرسي شوف بلاي فهمت كيفاش الحكاية نرجع لك نفس الكلمة حب تبقى معاهم من كثير راهو لكل مقام مقال نحن قاعد نذكر صحيح اما مش حاجة غادي يصير قاعد تذكر انت جاي باش تسمع على هناك قبل ما انت قاعد تذكر بغيت مش ما تخالفوش بالحديث ربي نجحكم الناس الكل وان شاء الله ربي معاكم الناس الكل واللي بالرسم يكلفوا ويحب يعني بالرسم يفرض وجود ويعمل دراس قبل ما يموت ما يسمعش كلام خايف يسمع كلام بوزيتيف يكمل على روحه ينجح راه بحياته في اي دومين من اضعف دومين لاكبر دومين اللي كان رئيس دوله عمره ما تولد رئيس دوله تولد مواطن يمشي في الناس راه